بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين مباراة هامة جدا لنادي الأهلي أمام النادي المصري في سلسلة مباريات هذا الشهر، كلها مباريات صعبة، كلها مباريات هامة. هنتكلم عن كل المباريات خلال الفترة القادمة، وما تنسوش إن احنا خلال هذا الأسبوع هيكون عندنا تغطية مميزة جدا جدا جدا. إن شاء الله يوم الثلاث والأربع والخميس هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة، ننقل لحضراتكم كل ما يحدث في الإمارات إن شاء الله في مباراة السوبر. هننوه على الموضوع ده خلال الأيام القادمة كتير جدا، ولكن النهاردة مباراة هامة جدا، مباراة صعبة كالعادة. النادي الأهلي في النهاردة هيلعب مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس، مباراة النادي الأهلي ضد نادي المصري، مباراة صعبة، مباراة مهمة. ولكن قبل ما نتكلم عن هذه المباراة، النهاردة الحقيقة الذكرى 15 لواحد من كبار وأساطير ورموز النادي الأهلي، نجم الكبير كابتن ثابت البطل. كابتن ثابت البطل الله يرحمه 15 سنة بالتمام والكمال، النهاردة بيفارق دنيانا، ولكن يظل دائما في قلوب كل الأهلوية. أنا شخصيا اتعاملت مع كابتن ثابت حوالي سنتين كان فيهم تعبان، ولكن الحقيقة من أفضل سنتين اتعلمت كتير جدا 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 من الكابتن ثابت البطل. هذا الرجل وهذا اللاعب العظيم ومدير الكرة الأعظم الحقيقة، واحد من الناس اللي علمتنا أو علمت الجيل القادم كيفية إدارة كرة القدم بشكل اللعبة كلها بتحبه، ولكن وفي نفس الوقت هو قوي جدا في قراراته وصارم جدا في قراراته. فالحقيقة عمرنا ما هننسى ذكرى كابتن ثابت البطل. الكابتن ثابت البطل سيظل دائما في قلوب كل الأهلوية، وسيظل ثابت البطل واحد من أهم وأعرق وأكثر اللاعبين التاريخ في النادي الأهلي موجود، وأيضا من أهم وأكثر مديري الكرة اللي كانوا متواجدين وعلموا أجيال كتيرة جدا خلال الفترة القادمة. سيظل دائما الكابتن ثابت البطل في قلوبنا. زي الفترة